بسم الله الرحمن الرحيم. Advanced Control Systems Laboratory Experiment Number 3 Jordan Conical Farm. الأوبجكت للتجربة Jordan Conical Farm 1 To obtain state model directory from transfer function by means of simulation diagram. يعني الهدف الأول للتجربة هو إذا منطيني transfer function أو منطيني differential equation من الديفرنشال ايكويشن اوجد ترانسفير فانكشن ومباشره من الترانسفير فانكشن اوجد الجوردن كونيكال فورم. وكما علمنا بالدراسه النظريه الجوردن كونيكال فورم اذا كان عندي مالتيبل بول ريبيتد بول يعني هي نوع من انواع الدايجونال كونكشن. الهدف الثاني من التجربه هو تو ستدي ذا كاركترستيك اوف ا تايم ريسبونس اوف ا جوردن كونيكال فورم. هو شنو اذا عندي الدايناميك ريسبونس ادرس شنو هو مواصفات المنظومه مالتي للترانزيت وستدي ستيت ريسبونس. ثيري مال التجربه مالنا جوردن كونيكال فورم اذا كان عندي ترانسفير فانكشن بهالصيغه هذه يعني شنو عندي بولونوميال يعني الترانسفير فانكشن نعرف هو شنو هو علاقه بين الاوتبوت والانبوت وعندي عندي بيكون بهالاي هذه يعني عندي البول مالتي يكون مالتيبل يعني يكون شنو ريبيتد بول عندي يعني مثلا نشوف يعني البول اس بلس 1 يعني بي 1 متكرر ثلاث مرات. فبهيجي حاله ايش راح يكون عندي؟ يكون عندي ريبيتد بول فيكون هذا الربط نوع من انواع الجوردن كونيكال فورم نوع من انواع الدايجونال فورم نوع من انواع الدايجونال فورم يعني الربط مالنا راح يكون بارلل وقسم منه فرع برانش منه اللي بمالتيبل بول راح يكون شنو سيريز. اذا كان عندي 3 بول اذا عباره عن شنو 3 انتجريتر مطال سيريز وإذا كان عندي 2 بول مع 2 انتجريتر وإذا 4 يعني عندي 4 انتجريتر وهكذا يعني هو شنو هو الجوردن هو نوع من أنواع الدايجونال نوع خاص عندما يكون عندي multiple ball بترانسفير فانكشن مالتي. بهيك حالة باستخدام البارشل فراكشن اكسبانشن باستخدام البارشل فراكشن اكسبانشن عندي هذا ترانسفير فانكشن مال السيستم مالتي المعقدة قسمه إلى سب سيستم. بما أنه أنا عندي multiple ball إذا راح شو يكون عندي هنا الكونستانت سي 1 على المالتيبل بول، بعدين المالتيبل بول يقل باوردر واحد إذا حصل لها شنو سمبل بول وهكذا بقية البول السمبل بول الاعتيادية راح تاخذ نفس الوزن، فلذلك راح يكون هذا البرانش يعني سي 2 على اس بلس 2 هذا بارلل ويا كل هذا مربطات سيريز لأن ثلاثة يربطن سيريز وهذا البقية كلها تربط بارلل ويا هذا السيستم مالنا. إذا هو مثل ما قلنا نوع من أنواع الدايجونال فورم برانش يكون سيريز اللي بيه مالتيبل بول وبقيه البرانش تكون مرتبطه شنو؟ بارلل. الجوردن كونيكال فورم الستيت سبيس نلاحظ انه شنو هذا الستيت سبيس معنا هذا يكون هنا مالتيبل بول شوف هنا بي 1 بي 1 بي 1 هذا المين دايجونال ياخذ قيم الايجن فاليو والايجن فاليو تكون عندي هذا مالتيبل بول هسه عندي شنو ريبيتد 3 مالتيبل بول. اذا اعلى كل مالتيبل بول ريبيتد اخلص هنا قيمه 1 والبقيه 1 اما بقيه الاسفل مال المين دايجونال كله يصير 0 بس الابر مال المين دايجونال فقط اعلى الريبيتد بول اضع رقم شنو 1 وهنا رقم شنو 1 يعني قيمه اليمنت 1 فوق الاول عنصر الاعلى مباشره فوق المالتيبل بول وبقيه العناصر مال الابر دايجونال تكون شنو قيمه صفاره. وهكذا بالنسبه للانبوت الانبوت ماتريكس هو البي الاليمنت مال البرر كلها راح تكون واحد ما عدا السيريز لان ماكو ربط عليه بس على اول واحد يصير الربط اذا هذا ياخذ قيمه واحد الاعلى منه كلها شو تكون صفاره ليش؟ لان ربط سيريز الانبوت جاي فقط على اول واحد اللي هو هذا يجي والبقيه الاعلى منه تكون صفاره اما بقيه الدايجون بما انه ربط برر اذا شو يكون القيم مالته الاليمنت تاخذ واحد. اما الاوتبوت فراح ياخذ شنو هو قيم الابر اللي هو سي 1 سي 2 الى سي ان ومضروب شنو بالستيت فاريبل اللي هي من اكس 1 الى اكس ان. اذا اخوان هذا ستيت فاريبل بالجوردن كونيكال فورم متكون من سيريز هذا الربط راح يصير بالسيميليشن دايجرام راح يكون سيريز ونفس الوقت يرتبط كله برلل ويا هذه بقيه الايجن فاليو فالربط يكون شنو بين يعني الكونكشن مال ربط مال سيميليشن دايجرام راح يكون يحتوي على السيريز وعلى البارلل كونكشن. ناخذ مثال بالمثال راح نفتهم هو الكوز ذا فولوينج ترانسفير فانكشن. عندي هذا جي اوف اس مالتي هذا جي اوف اس مالتي اللي هو ترانسفير فانكشن يعني اوف اس
4 على اس كيوبيك بلس 5 اس سكوير بلس 8 اس بلس 4. Obtain a status-based representation of this system in Jordan conical form. اخوان هنا راح استخدم اسلوب البرمجه لايجاد قيم شنو؟ لايجاد قيم البولز، لايجاد قيم الايجن فاليو، لايجاد قيم شنو؟ الزيروز مالتي. يعني الريسيديو. الريسيديو هي تمثل لي الزيروز والبولز باستخدام ستيتمنت بالماتلاب عندنا شنو هي؟ الار هي الريسيديو، البي هي البولز مال سيستم هي الجين يساوي الريسيديو للنيومينيتر والدينومينيتر مال سيستم انا. اعرف السيستم معنا. احنا بالتجربه السابقه اخذناه تحليل رياضي، تحليل رياضي يفيدكم بالامتحان، بالامتحان انا ماكو ما عندك ماتلاب تستخدمه. فاخذنا الوجهتين، وجهه تحليل رياضي اخذناها بالتجربه الثانيه، شلون تحلل هاي تحليل رياضي باستخدام الفاست ديفيجن، وقلنا جميع الايجن فاليو هي موجوده. وين موجوده؟ موجوده بالحد المطلق. اليوم لا، انا راح نمثل شنو بما انه احنا جاي نستخدم الماتلاب، راح نستخدم التحليل بواسطه الماتلاب. هو شكو عندي؟ استخدم هذا الستيتمنت الريسيديو اللي تعطيني هي النمبر اوف بولز، هي النمبر اوف عفوا نمبر اوف زيروز، الار هي النمبر اوف بولز، والكي هي شنو؟ الجين. الريسيديو للنيومينيتر والدينومينيتر مال شنو مال سيستم. النيومينيتر ما اعرف شنو، بس عندي شنو يعني الحد المطلق 4، والدينومينيتر ما اعرف بشنو الكوفيشنت مال الاس كيوبك هي 1 والاس سكوير هي 5 والكوفيشنت مال الاس هي 8 والحد المطلق هي 4. هذا الجي هو شنو؟ ترانسفر فانكشن. لاحظ شنو ترانسفر فانكشن مالنا نفسه ينعاد كتابته. هذا الجي مالنا هو ترانسفر فانكشن. هذا الار هو شنو؟ قيم الريسيديو، يعني قيم الزيروز. فذلك قيم السي 1 يساوي ناقص 4، سي 2 ماينس 4، وسي 3 يصير 4. البولز مالنا شوف هذا ريبيتد، ريبيتد بول عندي شنو؟ ماينس 2 ماينس 2، يعني ملتيبل بول عندي شنو؟ متكرر مرتين، وياها ناقص 1 الايجن فاليو الثاني. اذا ذني الربط سيريز، اذا راح الربط سيريز، اذا راح راس الربط مع سيريز ومرتبط ويا الربط مبرره اثنينهن ويا الايجن فاليو الثالث. هنشوف السيستم معنا. بما انه عندي الان عندي جوردن كونيكال فورم، هذا عندي شنو ربط السيريز مالتي، السيريز كونكشن راح يصير عندي هذا وعندي هذا شنو هي المربوط كله هذا شنو السيريز مربوط شنو برر ويا هذا البرانش الاخر. فذلك نشوف بالجوردن بالجوردن كونيكال فورم عندي نوعين من الربط، ربط برر اللي هو هذا البرانش ويا ذنها السيريز، لان هنا عندي ملتيبل بول وذنها مرتبطات شنو؟ مرتبطات سيريز. فنلاحظ عندك هذه اكس 1 هذا راح يصير اكس 1 دوت، هذه اكس 2 هذه اكس 2 دوت، وهذه اكس 3 وهذه اكس 3 دوت. فمن عندنا نكتب شنو ستيت فيربل من عند السيميليشن دايجرام، من السيميليشن دايجرام نكتب ستيت فيربل، والاوتبوت مالنا راح يساوي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا سي 1 مضروب بال هنا بالاكس 3 عفوا هذا سي 1 او شوف شلون مرتبينه مضروب اكس 1 وهذا سي 2 في الاكس 2 سي 3 في سي 3 في الاكس 3 وهكذا راح شنو يصير عندنا شنو الاوتبوت هي هذا الواي ورابطينه برلل على سكوب وهسكوب هذا شنو نلاحظ احنا مواصفات السيستم دخل ستيب مالنا 1 ونشوف الاوتبوت مالنا شو يكون نشوف مواصفات مالنا التحليل. هذا انتم راح تربطون هذا ناخذ البروسيجر انتم راح تعتمدون على هذا الربط اللي احنا رابطينه ونطلع النتائج عليه وراح انتم مجرد لان تخفيف لكم لان التدريس عن بعد ربطناها لكم باستخدام الماتلاب بالسيمينج وراح تشوفون شوف النتائج مالكم وسوينا تحليل رياضي هم عشان تجدون هذا السيمينج معنا مطلوب منكم. البروسيجر configure the transfer function to state space in Jordan conical for example 1. هذا الكونفيرد اخوان احنا موجود هو عندكم التحليل لان ما استخدمنا برنامج والبرنامج قصير جدا. بواسطه البرنامج تقدر تحولون من ترانسفير فانكشن حولته شنو الى ستيت سبيس او اوجدنا شنو هو سوينا بارشل فراكشن بواسطه شنو ستيت سبيس بس مجرد عباره ستيتمنت مال ريسيديو اوجدنا شنو الزيروز اوجدنا البولز فالزيروز والبولز اوجدنا شنو هو السب سيستم ومن السب سيستم اقدر انا اكتب شنو هو ستيت سبيس. Use MATLAB Sibling to connect the block diagram shown in Figure 1. بالفيجر 1 عشان تربطون شنو استخدم الماتلاب بالسيبلينج واربط اربط شنو هذا الفيجر 1 والسيميليشن لل للجوردن كونيكال فورم. وبعدين مطلوب عندك البروسيجر بلوت ذا انبوت اند ذا ستيب ريسبونس اوف ذا سيستم وراح ترسم انت تلاحظ الاوتبوت راح يطلع عندك الاخراج مالك ويا الانبوت راح شنو ترسمه. Conclusion المطلوب عندك. From the state response you plot in step 2 يعني انت ربطت بالستيب هذه step عفوا 3 طبعا هذه find the following توجد الماكسيموم اوفرشوت الرايز تايم الصدنج تايم steady state error.
يعني تسوي تحليل للستانت ترانزيت والستيت ستيت ريسبونس، وتكتب شنو القيم مال ايش قد مثل الاوفر شوت عندك، ايش قد مثل راح يطلع، ايش قد عندك الرايس تايم، ايش قد صار لك تايم، ايش قد الستيت ستيت، اراد تكتبن تسوي جدول وتكتبن هل قد كل واحده هنا قيمتين. كونسيدر ذا سيستم، عندك انا منطق سيستم اخر تتمارسون العمليه وانتم تبنون بيديكم، او امطيك هذا عندك يعني جي اوف اس 4 اس سكوير بلس 2 على اس تك اي بلس 4 سكوير بلس 5 بلس 2 اوف 10 ستيت سبيس ريبريزنتيشن ان جوردن كونيكال فورم. انتوا راح تجون ستيت سبيس تسوون ام ترجون بواسطه شنو سيمينينج السيمينيشن دايجرام وتسوون سيمينينج وتعيدون تقريبا تجربه تنعاد كامله على هذا السيستم الثاني. عم تشوفوا يكون عندكم عم تتقون انتم تمارسونها وتتقون عليها، ومية سهلة لأن شنو عندكم برنامج يحسب لك الزيروز ويحسب لك البولز، وبعدين بس عندك شنو عندك السيميليشن دياجرام ترسمه، ومن السيميليشن دياجرام راح مجرد بس تغير عناصر انت سوى التجربة بس راح تغير عندك شنو البولز والزيروز. شكرا لإصغائكم.